لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب القدر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله عز وجل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. إذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. كل مولود ولد فمكتوب قبل أن يولد أذكر هو أو أنثى، شقي هو أو سعيد، يعني ما عمله إذا ولد، وما رزقه، وما أجله. فإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أشقاه، هو الذي أسعده، هو الذي جعله صالحاً، هو الذي جعله فاسداً. الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. فما الرزق؟ رزقه لو فر ابن آدم من رزقه لأدركه كم يدركه أجله. باب: جف القلم على علم الله، وقوله: أضله الله على علم. فيعني مكتوب ويعلم الله منه هذا. جف القلم، كتب الله بهذا القلم، أمره أن يكتب، فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال أبو هريرة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاقي. قال ابن عباس: لها سابقون، سبقت لهم السعادة. عن عمران بن حسين قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفي رواية: كل ميسر لما خلق له. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق، فإن كان الرجل سعيدا فهو سيعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان شقيا سيعمل بعمل أهل الشقاوة، نعوذ بالله من ذلك. فمسألة العلم هذه لا تجعلنا نتوقف عن العمل، لأن الله يعلم منا كذا، يعلم منا، لكنك أنت مأمور بماذا؟ أنت ليس لك دخل بعلم الله ما هو. هذا القدر يا إخوان سر لله عز وجل، لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. هذا القدر، فالله جل وعلا يتصرف في خلق ما يشاء، وما يشاء هو حكيم خبير. فانظر ماذا أنت فاعل فافعل.
أما القدرية فقد خالفوا في هذا وقالوا نحن نضيف لله الخير ولا نضيف له الشر، فالله لا يضل أحدا ولا يجعل أحدا من يعني يكفر ولا كذا، وإنما العبد هو الذي يكفر، والله سبحانه وتعالى ليس من عمله وليس من تقديره هذا، فنفوا القدر بهذا الاعتبار. والجبرية في مقابل ذلك يعتقدون أن العبد لا إرادة له ولا مشيئة، وأنه كالريشة في مهب الريح. باب: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني الصغار. باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشيء قد نسيته، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. باب العمل بالخواتيم. باب: إلقاء النذر العبد إلى القدر. باب: لا حول لا قوة إلا بالله، فهي كلمة تفويض لله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله لله. باب: المعصوم من عصم الله. عاصم مانع، قال مجاهد: سد عن الحق يترددون في الضلالة، دساها أغواها. فهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، والأمر كله لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. باب: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذا كله يؤكد ما ذكرناه، أنه سبحانه وتعالى خلق الخير والشر. وعن عكرمة عن ابن عباس: وحرم بالحبشية وجبة. باب: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. باب: تحاج آدم وموسى عند الله عز وجل. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج وفي طريق التقى آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا. وقال: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك. في رواية: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة بذنبك. قال له آدم: يا موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه واصطفاك لنفسه وخط لك بيده وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر قدر الله أو كتبه علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى ثلاثة. باب: لا مانع لما أعطى الله. باب: من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء.
قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. باب يحول بين المرء وقلبه. عن عبد الله بن عمر قال: كثيرا أو أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. باب: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قضى. قال مجاهد: بفاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. باب: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والبذور. باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عنه يميني. وفي رواية: إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير هو خير. نعم، الذي يحلف على يمين، ولو يعني فيه قطيعة أو شيء ليس هو بالأفضل ولا هو بالأولى، ثم تبين له أن يعود فيه وأن يحنث، فينبغي أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وسواء يعني قدم الكفارة أو لا، لا بأس بهذا أو هذا، إما أن يكفر أولاً وجاءت الأحاديث بهذا، وإما أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر. عن عبد الرحمن بن سمره قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمره، لا تسأل الإمامة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة وعند عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نفس المعنى. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يرد أحدكم بيمينه بأهله آثام له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه. وفي طريق بلفظ: ومن استرجى في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة، يعني يترك اللجاج ويبر ولا يصر، لأن هذا أشد إثما من حنثك في اليمين. لو تأتي الخير وتحنث في يمينك هذا، نعم هو الحنث في اليمين فيه إثم، لكن كفارته كفارة يمين خير من أن تستمر في اللجاج وفي الإثم الآخر أو الحلف الذي حلفت عليه وفيه ما فيه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويك الله. يعني
يعني أن ويم الله هذه يمين. نعم. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ويم الله مثل أحلف بالله. وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تالله إذن يقال والله وبالله وتالله. عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. يعني ذكر البخاري رحمه الله 12 حديثا في هذا الباب كلها فيها والذي نفسي بيده فيها الأيمان ورب الكعبة لأطوفن الليلة على 90 امرأة كقول سليمان. فاللام هذه لام القسم يبين أنواع من القسم وهي كلها صحيحة. وكل هذا فيه إثبات الحلف ويكون الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. لذلك يجوز الاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لأجل ماذا؟ لأجل أن كلمات الله هي صفاته يحلف بها. وأن الحلف بالله لا يشترط فيه يعني تخصيص لفظ الجلالة سبحانه وتعالى يعني يلتحق بهذا أيضا والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ومقلب القلوب والذي أعبده والذي أسجد له أو أصلي له والذي خلق السماء بغير عمل والذي بيده مقاليد السماوات وهكذا. نعم. عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا من الأسد وفي رواية الأسد على صدقات بني سليم يدعي ابن اللطبية وفي رواية ابن الأتبية. فجاءه العامل حين فرغ من عمله وحاسبه فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدرك أم لا إن كنت صادقا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فخطب الناس فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله على أمور مما ولاني الله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا.
فوالذي نفس محمد بيده لا يملك أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وفي رواية جؤار، وإن كانت شاة جاء بها تعير. اللهم قد بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى حفرة إبطيه. فقال أبو حميد: بصر عيني وسمع أذني، وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. خوار صوت، والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. عن أبي ذر قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. لذلك كان أبو ذر مذهبه ألا تدخر شيئا ولا يبقى عندك من مالك شيئا، وكان يخالف في هذا يعني كثير من الصحابة. نعم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 90، وفي رواية 70 امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه وفي طريق الملك: قل إن شاء الله. الملك قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله ونسي، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشك رجل، وفي طريق غلام، وفي أخرى نس في إنسان. ويل الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. 90 أصح. باب: لا تحلفوا بآبائكم. عن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد: أو آثارة من علم يأثر علما. لا تحلفوا بآبائكم، لأن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وهذه كانت مشهورة عند العرب، يحلفون بآبائهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله. وإن جاءت بعض الروايات فيها وأبيه أو وأبيك، كما في رواية مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، لكن هذه الروايات لا تصح، لا يصح منها ولا رواية. ولي رسالة اسمها إعلام الغافل والنبيه في تضعيف روايات وأبيك أو أبيه. فعمر رضي الله عنه لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عن الحلف، يقول: فما حلفت بها
منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا، يعني وأنا متذكر للحلف، ولا آثرا عن أحد ذلك أنقل عنه الحلف بغير الله. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك نقل ابن عبد البر الإجماع، ولا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وقال: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها. وأما قول الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية، فهذا يعني من ورع الشافعي رحمه الله، ولكن ليس هذا دليل على إباحة أو كراهة الحلف فقط، لأنه قال: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية، فهذا لا يدل على كراهة التنزيه، ولكن يدل على أنه معصية فيما يعني ظنه الشافعي، كأنه يقول: أظن أن يكون الحلف بغير الله معصية. باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. من حلف بغير الله فعليه أن يقول لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن إذا حلف بهذه الأشياء التي لا تجوز هل عليه كفارة يمين أو لا؟ فالظاهر أن عليه كفارة يمين، وعليه الاستغفار والتوبة، نعم. باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. من حلف على شيء ابتداء وإن لم يحلف، فالحلف بغير استحلاف، لذلك يمكن الإنسان أن يحلف ألا يفعل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما رمى بالخاتم: قال: والله لا ألبسه أبدا. نعم. باب من حلف بملة سوى الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. ومن حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، يعني إن كان كاذبا فهو كما قال. ومن حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. نعم. باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ لا يقول ما شاء الله وشئت، أما ما شاء الله وشئت فقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون
تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول رب الكعبة أو يقول ما شاء الله ثم شئت. وهذا كقول الأبرص وحديث الأبرص والأعمى، قال أنا بالله ثم بك. باب قول الله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانكم. وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا. قال لا تقسم، يعني أقسم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره، قال يعني رأى رؤيا وبرأ أبو بكر وفسرها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أو أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فأقسم عليه أن يخبره، قال لا تقسم. نعم. باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله. مع أننا أمرنا أن بر المقسم، لكن إذا كانت هناك مفسدة فلا يعني هنا له أن لا يبر القسم. والراجح أن أشهد بالله أو شهدت بالله أنها يمين. نعم. باب عهد الله عز وجل. نعم. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. أيوب عليه السلام لما سقط عليه طراد من ذهب جعل يجمعه، قال ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال وعزتك لا غنى لي عن بركتك. ويضع رب العزة قدمه في جهنم فتنزوي وتقول قط قط وعزتك. باب قول الرجل لعمر الله. الظاهر الله أعلم أن لعمر الله أو لعمرك كلها يعني ليست إيمان في الحقيقة، هم كانوا يعدونها إيمانا، ولكنها إذا كانت بالنية يمين فتعتبر قسما مع اليمين. فاللام ليست من أدوات القسم مع الاسم، لكنها من أدوات القسم مع الفعل. نعم. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا بد من أن يعزم
العبد في أيمانه حتى يكون يمينه يمين معقودة، لأنه أما اليمين بلى والله وكلا والله فهذه يعني لغو. باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال لا تؤاخذني بما نسيت، رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فإذا حنث ناسيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. باب اليمين الغموس ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخلا مكرا وخيانة. يمين الغموس هي اليمين على أمر وحلف على أمر سبق، لم يقل والله لا أفعل كذا والله لن أفعل كذا أو لا أفعلن كذا، لا، وإنما يمين على شيء سبق، فهي إما أن تكون صادقة أو تكون كاذبة. والله حصل الشيء الفلاني أو حدث كذا، فإن كانت صادقة الحمد لله، وإن كانت يمين كاذبة فهي يمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم عياذا بالله، وهي من الكبائر العظام، لذلك سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. فهذه ليس فيها أي كفارة، ليس فيها إلا التوبة لله عز وجل. قال ابن مسعود كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه. باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عقبة في أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر وفي رواية كاذبة لا ليقطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا صدق.
صدق فيا والله أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت وفي رواية كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجاهدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي بينتك وفي رواية شاهداك أو يمينه، وفي رواية فقال لي شهودك، قلت ما لي شهود، قال فيمينه، وفي أخرى فقال لليهودي احلف، قال فقلت إذا يحلف عليها ولا يبالي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقطع، وفي رواية يستحق بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذا يمين غموس، هي من أكبر الكبائر. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. في قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أن تبر وتتق وتصلح بين الناس، لا تجعل اليمين سبب في عدم البر، لا تجعل الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير وألا تصنع المعروف، ولكن كفر واصنع الخير. لذلك قال لا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فبروا وأحسنوا، ولا تجعلوا اليمين هي مانعة. قل أنا حلفت ألا أصل فلان، كما يعني حصل من أبي بكر رضي الله عنه في قصة مصطح، قال ما أنفعه والله لا أنفعه بنافعتي قط، ثم نزل ولا يأتي الفضل منكم والسعة، يعني لا تحلفوا على ألا تفعلوا المعروف. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى، يعني اليمين في الغضب نفس المعنى، إذا غضب وحلف على شيء فليرجع عنه وليكفر عن يمينه، إلا أن يكون هذا الغضب غضب لا ليس فيه أي عقل، بحيث لو قلت له أنت حلفت على كذا قال لا أنا ما لا أدري ما أقول. وأيضا من الأمور ألا يحلف على يمين يعني لا يملكها، فإذا حلف على يمين وهو لا يملك هذا الشيء الذي حلف عليه فهذا عليه كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر ولا يمين فيما لا يملك من آدم. نعم. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. يعني إذا قال لا أتكلم اليوم وتكلم بالذكر فيرجع في ذلك إلى نيته، هل يقصد كلام الناس أو يقصد أي كلام في ذكر غير الذكر، هو بنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام أربع، وقال قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، وقال كلمتان خفيفتان على اللسان، إلى غير ذلك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان
كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله. باب من حلف ألا يدخل على أهله شهرا، وكان الشهر 29. نعم، مثل ما حلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخام بالمشربة 29، ثم قال إن الشهر يكون 29. نعم. باب إذا حلف ألا يشرب نبيذا فشرب غلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قوله بعد الناس وليست هذه بأنبذة عنده. عن سودة يعني أبا حنيفة. نعم. عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما تسقنا شاة فدببنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شما. ننبذ فيه، وهذا ممكن يضع فيه أي شيء، الطلاء ويعني العصير أو الانتباه المعروف. نعم. باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. خبز مأدوم وأمر بالخبز ففت وعصرت المسلمة عكة لها فأدمته جعلته أدم يأتدم بها، فأي شيء يكون مع الخبز يكون إدام حتى ولو كان ثمرا أو فاكهة. نعم. باب النية في الأيمان. النية تدخل في كل عمل، ومن جملة الأعمال الأيمان، فما كان من أمر مشتبه أو بلفظ مشتبه لا يدرى ما هو، يعني لا يعني يحتمل ويحتمل، فإن النية هي التي تضبط ذلك في الأيمان ونحوها. فلو حلف أن لا يأكل اللحم ثم جاء له بسمك، هل يدخل في هذا الحلف أو لا؟ هذا يرجع فيه إلى النية. لماذا؟ لأنه والعرف، لأن ذلك يختلف باختلاف أعراف الناس. يكون في عرف الناس أن السمك ليس مقصودا عند الحلف، وإنما يقصد به اللحم الذي هو دون السمك ودون الدجاج، يعني يقصدون به لحم البقر، لحم الغنم. وفي بعض الأعراف إذا ذكر اللحم في بعض البلاد التي ليس فيها لحم إلا السمك أو هو الغالب، إذا قال اللحم أطلق على السمك اللحم، وإلا فالله عز وجل سمى السمك لحما طريا، هو لحم من حيث يعني العرف الشرعي والعرف عند الناس، لكن لما حلف هذا ماذا كان يقصد؟ باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. إذا نذر والتزم شيئا مباحا فهذا مثل الحلف، لو ما قال كعب
فإن من توبتي أن أنخلع عن المال صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مال، ولم يأمره بكفارة يمين. يعني هذا يشبه أن يكون نذرا، لكنه مع الجهل بالحكم أو بالأولى فاعتبره الشارع لا شيء. نعم. باب إذا حرم طعامه. وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أيضا هذه في كفارة يمين إذا حرم ما أحل الله، ففرض الله تحلة الإيمان. نعم. باب الوفاء بالنذر. وقوله تعالى: يوفون بالنذر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أولا منها عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. لذلك يكره النذر، لكنه إذا وقع يجب الوفاء به. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي من آدم النذر بشيء لم يكن قدر وفي طريقه لم يكن قد قدرته له قدرته له، ولم يلقيه النذر إلى القدر قد قدر وفي طريقه وقد قدرته له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. نعم. باب إثم ما لا يفي بالنذر. يعني أخبر صلى الله عليه وسلم عن خير القرون، ثم قال: ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، فلا يفون بالنذر، فعليهم إثم بعدم الوفاء، مع أن الأصل ما كلفهم الله بهذا النذر ولا رخص لهم في وليس بمشروع لهم، يعني ليس على الاستحباب ولا على الوجوب أن تنذر، أن توجب على نفسك أمرا شرعيا لم يجبه الشارع، بمعنى أن يكون الأمر مستحب مثلا فتوجبه على نفسك النذر، مثل الصدقة ومثل الصيام مثل غير ذلك. نعم. باب النذر في الطاعة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. نذر الطاعة كما قلنا إذا نذر يعني أمرا مستحبا أو واجبا يجب عليه الوفاء، أما إن نذر معصية فلا يجوز النذر هذا كقطيعة الرحم ونحو ذلك، فهذا لا يحل، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما نذرت ألا تكلم لله علي نذر إن كلمت أو لا أكلمه أبدا عبد الله بن الزبير، فهذا نذر معصية. أو نذر في أمر مباح كالمشي في الطرقات إلى القرية الفلانية، نذر أن يمشي، أو ليذهب إلى بيت الله الحرام ماشيا، هذا أمر مباح المشي
كيف توجبه وتجعله طاعة وتجعل المباح طاعة؟ فهذا يحرم وهو معصية، ودخلت في البدعة، كالذي نذر ألا يستظل كذلك. فكل هذا لا يجوز، لكنه عليه كفارة يمين. فالنذر نذران، ذكر الطاعة ثم ذكر وما كان للشيطان، فلا وفاء به وكفرته كفارة يمين. نعم. باب: إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. باب: من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقبائل، فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه. من نذر المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أوف بنذري. هذا نذر معصية أو ماذا؟ مباح. قلنا المباح لا يوجبه الإنسان على نفسه، من يعلم؟ هذا نذر طاعة، لأنها نذرت إن أنجى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب بالدف على رأسه، يعني فوق رأسه، فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم سالما. فهذا طاعة أعظم من طاعة إعلان النكاح والضرب عليه بالدفوف، وأعظم فرحا بنجاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغزو. واضح ولا؟ نعم. باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. لا يتم صومه لأنه طاعة. وأما باقي الأشياء الأخرى، أن يستظل وأن يقوم ولا يقعد، فهذه معصية. فكفارة النذر إذا لم يسمي كفارة، إذا لم يسمي عليه كفارة، كفارة يمين، يعني إذا قال: لله علي نذر، لكن ما هو ما ذكره، فعليه كفارة يمين. والنذر المعصية عليه كفارة يمين. وهناك نذر أيضا جاء في الحديث: إذا نذر أن يفعل شيئا لا يطيقه، في حديث عقبة أو ابن عباس: من نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، من نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم. باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر.
عن حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. وفي رواية عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا. وفي رواية ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم النحر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. يعني هنا تعارض واجب مع محذور ونهي، فما الحكم في هذا؟ الحكم أن يقدم المحظور ويمنع من الصيام، مثل لو تعارض مع كفارة رجل يصوم كفارة، كفارة الظهار، كفارة قتل نفس، كفارة إتيان أو جامع في نهار رمضان، ووافق صيامه في هذه الكفارة أيام عيد، فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه أن يفطر في هذه الأيام ويقضي مكانها. يوم السبت إذا وافق عرفة وكذا في هذه المسجد مستدل لهذا الدليل من أي جهة؟ من أنه هذا نذر إن جاء النهي، يعني إن جاء النهي عن صيام السبت كيومي العيد، يعني هذه قد باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأرض عنه. وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قلت أنفس منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي غيرها لحائل له مستقبلة المسجد. الظاهر كل هذا يدخل فيه في الأيمان والنذور، لأنه دخل فيه الوقف، فدخل فيه هذه الأشياء، الأرض والغنم والزرع والأمتعة. الظاهر والله أعلم أنه يرد على بعض من منع من ذلك في المذاهب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كفارات الأيمان. باب قول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وإكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. يعني كعب بن عجرة. نعم. باب قوله تعالى يعني قال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. والصيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة. نعم. باب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ يعني
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا كان قد حرم شيئا فلا يأتي هذا الذي حرم حتى يكفر عن يمينه ويتحلل من يمينه، متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ الرجل الذي كان قد جامع في نهار رمضان وكان عليه صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، فقال هل تستطيع الصيام؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وأعطاه إياه، وأسقط عنه، إما أنه أسقط عنه الكفارة لأنه قال تصدق به، خذ هذا وتصدق به، قال أعلى أفقر منا، يعني نحن أهل البيت أفقر ما نكون وأحوج ما نكون إلى هذا الطعام، فقال أطعمه عيالك. باب من أعان المبصر في الكفارة. من أعان المعسر في الكفارة كما في هذا الحديث. نعم. باب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا أو كان بعيدا، يعني لو كانوا من أقرب الناس إليه، المهم أنهم مساكين. نعم. باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن عن السائب بن يزيد. نعم. عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة أو ثلثا بكلكم اليوم، فزد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. يعني المد الأول هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال أهل المدينة يتوارثون هذا المد قرن بعد قرن، والصاع 4 إلى 5 أمداد من ذلك المد. عن نافع قال كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة قال لنا مالك مدنا أعظم من مدكم، ولنرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لمالك لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم، لأي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم. مكيال النبي صلى الله عليه وسلم ومده هو المقياس الصحيح، لا أقل ولا أكثر. نعم. باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. يعني تحرير رقبة، أي رقبة؟ رقبة مؤمنة، ولذلك جاء في الحديث من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه. ويرى الإمام الشافعي رحمه الله أنها أي كفارة جاءت في العتق فهي عتق رقبة مؤمنة. نعم. باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس يجزئ المدبر وأم الولد. نعم كله. نعم. باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر. هذا تقدم معنا في العتاق. نعم. باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه. الولاء لمن أعتق. نعم. باب الاستثناء في الأيمان. يعني إذا قال حلف وقال إن شاء الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فإذا قال إن شاء الله فلا بأس
لا تنعقد اليمين بهذا. يعني مثلا إذا حلفت على ولدك والله لا أضربنه، قلت في نفسك إن شاء الله خلاص ليست يمين هذه ولا تؤاخذ بها. من حلف فقال إن شاء الله لم يحدث. نعم. باب الكفارة قبل الحد وبعده. عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم مدن وإخاء ومعروف. قال: فقدم إليه طعام. قال: وقدم في طعامه لحم دجاج. قال: وفي القوم رجل جالس من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، فدعاه إليه. قال: فلم يدن من طعامه. فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت أن لا أطعمه أبدا. فقال: أدن أخبرك عن ذلك. وفي رواية عن يمينك: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نعما من نعم الصدقة. قال أيوب: أحسبه. قال: فلا فقته وهو غضبان. قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: فاضطربنا ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فسأل عنا. فقيل، وفي رواية: فقال: أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا بخمس، وفي رواية بثلاثة لود غر الذرة. قال: فاتبعنا. فقلت لأصحابي: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا، ثم أرسل إلينا فحملنا. نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه. فرجعنا إليه فقلنا: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك، فحلفت ألا تحملنا، وما عندك ما تحملنا فتحملنا، ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك. قال: أجل، ولكن انطلقوا ما أنا حملتكم، فإنما حملكم الله. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية: وكفرت عن يميني. وفي طريق أخرى عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش الأسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء ما عندي ما أحملكم. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واجلا في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أثبت إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستني أبعيرة ابتاعهن. إيش؟ لست؟ نعم. لستة أبعيرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، فاركبوهن. فانطلقت إليهن بهن فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق مالي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: إنا
خلفك عندنا لمصدقن ولا نفعلن ما احببت. فانطلق ابو موسى بنفر منهم حتى اتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا اياهم ثم اعطاهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به ابو موسى. هذا الحلف حلف ألا يأكل الدجاج وألا يطعم الدجاج لأنه رآه يأكل شيئا استخدره شيء من النجسات أو كذا فقال أكله النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت تمتنع عن هذا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو كان أولى بهذا؟ هذا يدل على أنه يجوز ويدل على أن الدجاج لا يدخل في الجلالة التي تأكل الجلة وتأكل القذورات من الأنعام سواء كان من البقر أو الغنم أو كذا فإنه لا يحلب لبنها ولا تركب ولا يؤكل لحمها حتى تطيب تحبس ويبتعد بها عن هذه الأطعمة ويطيب لحمها. فبين صلى الله عليه وسلم بفعله أن مثل هذا لا يدخل فيها في الجلالة، الطيور لا تدخل في هذا. فقال أنا حلفت. فبين له أبو موسى الأشعري قصة حلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني كفرت عن يميني. وفي الحديث فائدة مهمة أن أبا موسى رضي الله عنه لم يسكت حتى أرسلوا معه من يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يظن أنه قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر في بداية الأمر لما قال لا أحملكم ولا والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه حتى لا يقال أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو في يكون في نفوسهم شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك أن يعني خذ هذا وأعطيهم إياه مرة يعني الستة أبعرة هذا. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.